بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله استكمالاً لتصميم القاعدة المنفصلة اللي متعرضة لـ One Direction Moment، هنبتدي نكمل التصميم بتاعنا، وده يعتبر جزء رابع من الشابتر الثاني اللي هو تصميم القواعد المنفصلة بس معرضة لـ Eccentric Force. الجزء الرابع ده بنتعرض فيه إزاي نصمم قاعدة بحيث تقاوم المومنت، يعني نجيب لها دبس يقاوم المومنت اللي هيجي عليها نتيجة الاستريسز. وطبعا لازم نحط في دماغنا دايما ان الاستريسز تحت القاعدة الحالة ديت هيبقى استريسز يونيفورم، اللي هو الـ FUN اللي احنا جبناه في البارت السابق. طيب نصمم القاعدة دي ازاي؟ طبعا زي ما احنا تعلمنا في اسات واحد، الكريتيكال سيكشن بتاعي بيبقى على وش العمود. طبعا بناء ان المسافة دي لا تساوي المسافة ديت، فبقى عندي ايه؟ عندي سيكشنين، في سيكشن هنا سيكشن 2-2 وسيكشن 1-1. طيب بالنسبة لسيكشن 2-2 ده سهل جدا، عبارة عن مين؟ لو انت جبت البي بتاعت الار سي اللي هنا وطرحتها ناقص البي كولوم على 2، جبت القطاع الحرج بيبعد عليه مسافة قد ايه؟ ماشي. اما بالنسبة للمومنت، والمومنت بتاعه جيبه ازاي؟ تعلمنا ان احنا بنجيب المومنت مرتين، عبارة عن FUN في 1 في سي اي سكوير 2 ديت اللي هي الناحيه الثانيه ديت اللي هي المسافه ديت اللي هي دي سي 2 اي ديت سكوير على 2، كانه كانتليفر. تعلمنا ان هي كانها كانتليفر وعليها الاستريسز كده، فبيجي لي مومنت بالشكل دوت. ده المومنت اللي عندي، وابتدي اجيب له اشيك عليه واطلع منه الدبس، عباره عن سي 1. قلنا سي 1 ده بناخده بخمسة، جذر مين؟ المومنت على 100 في الاف سي يو. اما بالنسبة بقى للسيكشن 1-1 اللي هو ده، وده اللي خطير شوية. طبعا عندي دي كلها اللي هي البي بتاعت الار سي، فالمسافة عبارة عن قد ايه المسافة دي؟ على فكرة العمود مش في النص، فبالتالي ما اقدرش اقول ال ار سي ناقص ال كولوم على 2، ولكن في ترحيل للعمود بالمسافة ايه. عشان كده لو لازم تجيب المسافة ايه اللي هي ام وركينج على البي وركينج، ده طلعته. تبتدي بعد كده تجيب السي اي ال ار سي ماينس ال ال كولوم، يعني ده ناقص ده على 2 زائد اي، يديك المسافه اللي انت عايزها اللي هي السي اي دي. طيب اجيب المومنت ازاي؟ برضك كاني خدت شريحه كده عرضها كام؟ 1 متر. فيبقى الام اي بيساوي اف يو ان في 1 في السي اي سكوير على 2. طب اجيب الدي بتساوي ايه؟ سي 1 جذر الام اي بتاعتي على 100 في الاف ايه؟ سي يو. بس هنا لو تلاحظ ان دي طريقه اللي احنا قلنا ان الاستريسز كله جاي كده، لكن في طريقه تانية لو تفتكر قلنا ان احنا ممكن ناخد الشكل بتاع الشبه المنحرف دوت ونشوف السي جي بتاعه فين ونجيب المومنت بتاعه. فنعمل الكلام ده ازاي بقى؟ اقول له والله انا عندي السي اي عادي جدا بتساوي بي ار او رينفورس كونكريت ناقص بي كولوم على 2 زائد اي عشان انا في الاتجاه ده. طب وبعدين اجيب الاريا بتاعت الشبه المنحرف، عباره عن القاعده المتوسطه في الارتفاع. القاعده المتوسطه يعني ايه؟ يعني البي بتاعت الكولوم ديت زائد البي بتاعت الار سي على 2 في المسافه دي اللي هي مين؟ السي اي. طب السي اي داش بقى اللي هي المسافه بقى من هنا لهنا اجيبها ازاي؟ طبعا من الجيومتريك بتاع الشبه المنحرف ممكن اقول ان السي اي داش بتساوي سي اي على 3، يعني سي اي دي على 3 في 2 البي بتاعت الار سي ديت ناقص البي كولوم على بي ار سي زائد البي مين؟ كولوم. يبقى انا اقدر اجيب المسافه دي، وبالتالي المومنت بتاعي عباره عن اف يو ان في اي في الاريا اللي انت لسه جايبها ديت في السي اي. في الحاله دي بقى لو هتاخد عرض الشريحه اللي هتاخدها هنا، ما هو عرض الشريحه مختلف، لو تلاحظ العرض الشريحه هنا غير هنا غير هنا، فبناخد عرض الشريحه قد ايه؟ عباره عن بي كولوم زائد كام؟ زائد 20 طبعا في الاف سي يو اللي هي المفروض معروفه عندي. يبقى انا عندي الدي اي بتاعتي جبتها. طب انا جبت الدي اي من هنا اهوت، ولسه جايب لو تفتكر الدي اي من هنا، اخد دي ولا ديت؟ اقول لك لا، هناخد الدي اي مين؟ الافريج اللي عندي ديت. طبعا دي لازم اقارنها بالدي اللي انت جايبها في الاتجاه الثاني، ودي غالبا هي اللي بتبقى الكبيره، وبالتالي اقدر اطلع مين؟ التي ار سي. التي ار سي بقى بتساوي ايه؟ الدي افريج اللي سيادتك جبتها ديت زائد 7 ايه؟ سنتي. طبعا لازم اقل حاجه كام؟ 40 سنتي للخرسانه المسلحه، فابتدي اقارن التي ار سي بعد ما اقربها لاقرب 5 سنتي بالزياده، وبكده ابقى انا جبت دبس يقاوم المومنت بتاعي وما يحصلش فيه انهيار. شكرا.